السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني في الجزء الثاني لامتحان الشفوي، وتتمة للجزء الأول ندلي لكم بمجموعة كبيرة من أمثلة الأسئلة المطروحة في مختلف المباريات الشفوية. أتمنى فقط من الله أن يفيدكم. أما بالنسبة للسؤال الأول الذي ليس قبله سؤال آخر غيره، هو أول الأسئلة التي حتما استسمعها في أول كل مقابلة. بريزونتيفو أو قدم نفسك. والشكل العملي للإجابة يكون كما يلي: Je m'appelle وتدلي باسمك الكامل. J'ai 18 ans j'habite à وتدلي بمدينة التي تسكن فيها. Et je réside وتدلي بالحي التي تسكن فيه. Je suis célibataire bachelier ou bachelière en 2018 ou 2017. Certains jurys veulent poser des questions sur les membres de famille, frères, sœurs, etc. C'est-à-dire, بعض الأساتذة يقومون بطرح بعض الأسئلة الجانبية حول عدد الأفراد العائلة، وكم لديك من الأخوة والأخوات، وهذه الأسئلة الجانبية قد تسيرها بأبسط الأجوبة السريعة جدا. أما بالنسبة للسؤال الثاني والمهم أيضا والذي يتكرر كثيرا في كثير من الاختبارات الشفوية، فهو: Pourquoi vous avez choisi cette filière exactement et non pas une autre؟ أي لماذا اخترت هذه الشعبة عن غيرها من الشعب الكثيرة جدا؟ وسوف يكون الإجابة هي: C'est un domaine noble et humain et je me sens faite pour aider les personnes souffrant et tracer le sourire sur leur visage. Après plusieurs recherches et décisions avec les proches, les amis, j'ai su construire une idée sur cette filière et j'ai décidé de faire. أقدم لكم هذه الأجوبة المختصرة جدا والمضبوطة وأيضا العملية من أجل جميع المستويات سواء المتدنية أو الرفيعة. يمكنكم تغييرها كما تحبون حسب قدرتكم وكفاءتكم، وإن شاء الله هذه لو حفظتموها كما هي سوف تفيدكم جدا وتعينكم في المقابلة إن شاء الله. حسنا، بالنسبة للسؤال الثالث وكي لا نطيل، سوف يكون يتعلق ب رصيدك المعرفي، وهو مهم لمعرفة قدرتك على المسايرة والإبداع. Qu'est-ce que tu as fait après le bac durant toute cette période pour finalement venir postuler pour cette filière؟ سوف تكون إجابة كما يلي: J'ai fait la fac, STEA, un domaine, etc. Et je suis revenu postuler et tenter ma chance. يعني سوف تذكر فقط ما قمت به قبل قدومك إلى هذه المهنة. بالنسبة للسؤال الرابع سوف يكون تعرض فيه أهدافك وطموحاتك المستقبلية بعد كيلي كيلي واتخو بشيكسيف يمساب الكيسيون، ما يمكنك أن تبدع فيها كثيرا. سوف تكون الإجابة على الشكل التالي: devenir un bon infirmier ou infirmière polyvalent ou autre spécialité, acquérir des expériences dans ces métiers et construire correctement un avenir professionnellement. سوف ننتقل الآن إلى الجواب السؤال الخامس، وهو السؤال الأخير أظن. السؤال الخامس والذي يحاول الأستاذ من خلاله التعرف على شخصيتك واستخراج نقاط ضعفك، ليس من معاني كلماتك ولكن من طريقة عرضك لهذه الكلمات. Tes points forts et faibles. سوف يكون الجواب مختصرا وأيضا مضبوطا، حيث أنك سوف تقول: Les points forts c'est motivé, sérieux, actif par exemple, coopérant, calme, etc. etc. Les points faibles, par exemple timide, généreux, un peu nerveux, etc. أظن أننا وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على التتبع. كان هذا الفيديو
جد مختصر لمجموعة مهمة جدا تتكرر كثيرا من الأسئلة. أتمنى من الله أن ينال إعجابكم هذا الفيديو وتنشروه قدر الإمكان لتفيدوا أصحابكم وأصدقائكم المقبلين على الكثير من المقابلات الآتية سواء في مهنة التمريض أو غيرها. وسوف نقوم بجزء ثالث لهذه السلسلة من أجل وضع الكثير من الأمثلة على مجموعة أخرى من الأسئلة التي تطرح كثيرا في كثير من المقابلات. أتمنى فقط أن لا تنسوا لايك جامل الفيديو حيث أنك تشجعنا كثيرا لوضع أجزاء مقبلة. وشكرا لكم كثيرا على التتبع. ألقاكم بالسلامة.